بنك الإسكان والتعمير في وقت لاحق من اليوم باب الحجز لـ24 ألف قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة تتنوع بين أراضي الإسكان الاجتماعي من 209 إلى 276 مترا مربعا، وأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا من 300 متر مربع إلى 1500 متر مربع. للمزيد من التفاصيل بتنضم إلينا من مقر أحد فروع بنك الإسكان والتعمير دينا حويدق، مراسلتنا من هناك بالطبع. دينا، طبعا الإقبال، يعني لا أعلم إن كان من ورائك يمثلون هذا الإقبال أم ماذا؟ اهلا ولاء، بالفعل يعني الاقبال، يعني ربما الصوره بتتحدث من خلفي، بس دعيني ابتدي من اول. يعني من اول سيغلق البنك الباب الحجز اللي هي 24000 قطعه ارض في تمام الساعه 5 من مساء هذا اليوم ل19 مدينه جديده تم طرحها من خلال القرعه العلنيه، وبدايه الحجز كانت في اوائل هذا الشهر الجاري تحديدا في 6 أغسطس. يعني دعيني برضو اذكر لك هذه المدن الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، بدر، العبور، 15 مايو، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، برج العرب، منيا الجديدة، أسيوط الجديدة، فيوم الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان. يعني حسب ما صرح بها المهندس طارق السباعي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية مساء أمس، بأنه تم سحب ما يقرب من 207,000 كراسة شروط لحجز لـ24,000 قطعة أرض في 19 مدينة جديدة على مستوى أنحاء الجمهورية، وفي حين دفع ما يقرب من 122,000 حاجزا مقدمات الحجز في نفس الفترة. وأيضا حذر من أي تعامل بره البنك، يعني أي فرد أو أي جهة بره البنك، منعا لحالات النصب وما إلى ذلك. وعن الأراضي الإسكان الاجتماعي، يعني بتفاصيل أكثر عنها، فإجمالي الأراضي المطروحة تم طرحها 12,721 ألف قطعة أرض، وتوزيع هذه الأراضي متاح على الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق. أنا دهمني الوقت للأسف دينا حويدق، أشكرك على كل هذه التفاصيل من مقر أحد فروع بنك الإسكان والتعمير.